السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نحضر معكم لي باغيت او الكمير، غادي يكونوا بدقيق القمح. سبق لي وحضرت معكم جوج انواع نتاع الباغيت، الباغيت العادي والباغيت بالسميده. غادي الرابط ديالو نحط لكم اسفل الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نديرهم بطحين ديال القمح. غادي نحتاجوا 400 غرام طحين العادي، غادي نحتاجوا 200 غرام طحين ديال القمح. هنايا السائل عندي 480 مليلتر ديال الماء يكون دافي. نحتاجو معلقه كبيره ديال حليب غبره، معلقه كبيره ديال الخماره حبيبات، والخماره دائما كتبقى على حساب حراره ديال الجو. اذا كان الحال سخون حنا كنقصو شويه، كان الحال بارد كنزيدو شويه، وكنحتاجو معلقه صغيره ديال الملح وكتبقى على حساب الذوق. بسم الله، كندير الملحه فواحد الجهه، كندير الحليب غبره اللي عندنا، الخماره كنديرها بجهه اخرى، لحقاش الا درناها مع الملحه ما كتطلعناش. صافي كنخلط هذا الشيء. غادي ندير انايا الكل العجانه، من بعد غادي نبقى ندير في الماء شويه بشويه، خاصنا تحصلوا على واحد العجينه تكون لينه. هذا هو العجين اللي كنتحصلوا عليه، كيكون طري كما كتشوفوا معايا، كتكون كتلتصق شويه باليدين، كتكون كتلتصق شويه. صافي انا غادي نغطيها ونخليها تخمر مده تقريبا ديال 40 دقيقه حتى لساعه على حساب الدرجه ديال الحراره اللي كتكون عندنا في المنزل. شوفوا معايا، انا بديت كندير العجينه ديالي على شكل كويرات بعد ما اختمرت. كنحتاج لهاد لي مول ديال الباغيت، اللي ما عندهاش تقدر تخدم بلاش. صافي العجينه كما قلتكم كتكون تلتصق باليد باش كيجيونا الباغيت خفاف، ما كيجيوناش شي مدقسين من الداخل. صافي كنكمل التشكيل ديالها على شكل كويرات، وكنبدا باول كره اللي درتها بها كنبدا. هادو كنخليهم على جنب، نزول هاد الزائد. صافي كناخذ هذه الكره اللي بها خدمت. كنحتاجو لشويه ديال النخاله باش غادي نديرو في الوجه ديال لي باغيت ديالنا. غادي ندير شويه ديال الطحين وغادي نحاول نطلقها غير بيديا، كنطلقوها هكا كما درت معكم في لي باغيت، نفس الطريقه كنتبعو، غير ما كنكثروش الطحين بزاف كما قلت لكم. ماشي غير الباغيت، حتى الخبز المعجنات بصفه عامه خاصها تكون دايره، خاصها تكون العجينه ديالها شويه مطلوقه. كنجيب هذه كنضغط عليها هنايا في الوسط، كنطلع الاخرى حتى هي، او كنديرو بيدينا هكذا، كنكمل حتى الطرف التالي. كما كتشوفوا معايا انا العجينه كتلتصق، خاصها تكون هكذا لحقاش الا زدنا غادي تجينا مدقسه. صافي هنايا كنرش ليها شويه ديال النخاله وكنخليها ترتاح على ما ندير الكره الثانيه. الكره الثانيه غادي نديرها بنفس الطريقه كما قلت لكم، كندير شويه ديال الطحين، كنحاول نطلقها غير بيديا هكذا على هذا الشكل. صافي كنجيب هذا هنا الوسط كنضغط عليه مزيان، كنرجع الاخر حتى هو هنا كنضغط، كنجيب هذا الاخير وكنجمع هاد الشنيفات ديالها هنايا باش ملي كطيب ما كتحليناش، ديروها مزيان. صافي وغادي ندير ليها حتى هي النخاله وكنخليها ترتاح على ما نكمل الكرات كاملين ديالي. هنا كتشوفوا معايا انا درت الباغيطه ديالي،
صافي كنشدها بعد ما كتكون ارتاحت، كندير ليها النخاله كما قلت لكم. الا ما بغاتش النخاله تلصق لكم على العجينه ديالكم، كدهنوها بشويه ديال الماء وكديروا ليها النخاله. هنايا كنمشيو هكا، وحنايا ماشيين، حنا كنرفقوا هنايا في الجوانب باش كيجينا الشكل ديال الباغيت المعروف او الكومير اللي كنعرفوه. صافي بهذا الشكل كنشوفوا ديك الفتيحه النقيه اللي درناها هي اللي كتكون في الاسفل بهذا الشكل. انا نزيد معكم وحده واحده اخرى. صافي ملي كنكملوا الكميه ديال الخبز اللي عندنا كنغطيوه وكنخليوه يخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالو. دابا الحال سخون يعني ما كياخدش وقت كتير، تقريبا واحد 20 دقيقه كيكون خمر. صافي كنشوف هذه الطريقه كنديرو. حنايا هنايا كنرقو الباغيطه ديالنا، كنجيو من هنا من الوسط كنمشيو كنرقو هنايا في الجنيبات. صافي كنشوف الفتيحه اللقيه اللي كنت درت هي اللي كتكون من التحت، وكنحطو الباغيطه ديالنا. صافي انا غادي نكمل هذه اللي بقات لي، نخليهم يخمروا ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما يخمر الباغيط ديالنا كنديروا ليه الافتتاحات كما كتشوفوا معايا بواحد السكين او واحد الشفره. صافي الفران كنشعلو عليه على 200 درجه، كنديروا فيه واحد الاناء فيه الماء غليان، كندخلوا الباغيط ديالنا يطيب المده ديال 20 دقيقه. من بعد كنقصوا العافيه على 180 ونخليوه يكمل طياب ديالو. هنا هذا هو الشكل النهائي ديال الباغيط ديالنا، راه كيجي رائع. قرمشه سمعتوها معايا في اول فيديو، نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها. وما تنساوش تشتركوا في القناة إلى عجبكم الفيديو وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد إن شاء الله. ورابط الجروب تطبيق الوصفات غادي نحطو أسفل الفيديو اللي تبقات شي وصفة تقتسمها معنا، وشكراً.